الاستثمار الحقيقي المفروض انه يكون في الموارد البشريه اللي بتعتبر هي الركيزه الاساسيه للعمليه الانتاجيه. الغرض من انشاء المعهد تنميه مهارات العاملين في مجال التشييد والبناء من مهندسين وماليين واداريين ومشرفين وحرفيين لتلبيه احتياجات الشركه من الكفاءات اللي بتشتغل في المشروعات سواء داخل مصر او خارجها. يمتلك المعهد مجموعة من المقومات اللي بتؤهله لتقديم خدمات تدريبية مميزة من ثروة بشرية هائلة لديها خبرات تراكمية تكونت عبر سنوات من العمل الطويل في المشروعات، ولدينا مجموعة كبيرة من المواد العلمية والتدريبية معدة من خلال مجموعة منتقاة من الخبراء، ولدينا ميزة التدريب في الموقع والمشروعات التابعة للشركة، ونمتلك قاعات تدريب مجهزة بأحدث وسائل العرض، ولدينا ورش تدريب عملي على مهن التشييد والبناء والمهن الميكانيكية والكهربائية مزودة بالعدد والأدوات والخامات والنماذج التدريبية والمناهج تم إعدادها من خلال التعاون مع مركز تدريب فرانكفورت أودر بألمانيا. كذلك نمتلك مكتبة متخصصة في العلوم الهندسية والمالية والإدارية بكافة أنواعها، كما أننا نساهم في ربط التعليم بالواقع العملي من خلال تدريب طلبة الجامعات في فترة التدريب الصيف. سعينا دائماً أن نكون في الصدارة محلياً وإقليمياً، والمعهد بمقوماته وإمكانياته العلمية والعملية قادر على المنافسة.